واحنا اكيد ما رح ننسى بيوم انه في ان ارض احتلت ب 48 رح ترجع لنا بيوم، صح؟ متذكرين منيح اصدقائنا الاطفال، وكمان حفاظنا على تراثنا وحفاظنا على العابنا الشعبيه بكافه، طبعا التراث بكافه اشكاله، يعني لبسنا واكلنا ولعبنا وكل شيء بشكل التراث الفلسطيني احنا لازم نحافظ عليه، لانه اذا ما حافظنا عليه ممكن كمان الاحتلال يسرقه زي ما سرق ارضنا، صح؟ موافقين معي؟ خلاص؟ برافو عليكم.